السلام عليكم، انا اير جيمر تيسات، واليوم اتيت لكم بسلسلة تختيمات هيتمان. نعم، الشخصية التي لا يوجد احد لا يعرفها، ولكن هذه المرة اتيت لكم بشوز هيتمان كونتراكتس، على الاقل هذا اسم. وبسم الله، وهيا نبدأ. اوكي، لا كاتسين، لا حسنا. الحقيقة أنا أعترف أني بدأت من المهمة الثالثة. المهمة الأولى، لمن لعب هذه اللعبة سوف يعرف لماذا لم بدأت من المهمة الثالثة، ولما أن لعبها أيضا. باختصار، من لعب هذه اللعبة سيعرف لماذا لم أبدأ من المهمة الأولى أو الثانية. وأنا إذ كنت لعبت هذه المهمة فأنت تعرف لماذا. المهم، في هذه المهمة كل ما علينا القيام به هو تفشير خواصة. نعم، تفشير خواصة وحسم أظن اختيار شخصين، شينيرال وأعتقد صديقه الأصغر أو شيء من هذا. حسنا، حتى لا يكشفوني سوف أخذ سيا أحدهم. كيف استطعت قطع خنق شخص من الهواء؟ انا هيتمان لوجيك، هذا ما اقول، هيتمان لوجيك. نعم، وبالمناسبة اخبروني في التعليقات ان اردت ان اكمل في هيتمان او لا. حسنا، حسب ما يقولون لقد تكلفت براحتي وحصلت على بعض المعلومات. الان كل ما عليه فعله هو شعل الشخص الذي عليه اختاره باللون الاحمر. يذهب الى المرحاض وبعدها تبدأ خطة هيتمان، ولكن حتى لا يكشفوني عندما اضعوا الدواء لا يجب الا على احد ان يراني. صاحب المطعم يعرف اني اريد قتله، لذلك هو لن يفعل شيئا، العكس هو يساعدني. حسنا، الان ساضعه. حسنا، الان هو سيذهب لطلب صحن من الطعام وسوف انتظره. حسنا، حتى يصل سوف اريكم مهمات متطلبات هذه المهمة، وهو قتل هذا الشخص الذي كان امامي. ثم تفشير باخرة، ثم قتل هذا الجنرال، تفشير هذه الباخرة. ثم واخيرا وليس اخرا كعادة هيتمان، الهروب. حسنا، لقد شرب الصحن عن بكري ابي، الان سوف ننتظر الى ان يدخل. لماذا يلتصق بي؟ حسنا، لقد لو يلتصق بي سوف يكشف امري. هذه عادة هذه اللعبة، هذه اللعبة لا تخلو من المنطق يعني كثيرا. الان وقت قتله. او ماي جاد، نعم، هيز ديد مان، هيز ديد. الان سوف اخرج واتحدث مع الحارس. حسنا، المشكلة في النسخة التي حصلت عليه، لا أصوات شخصيات، لا كاتسين، يعني نصف اللعبة خير موجودة. حسنا، الآن أنا تاهب لقتل القائد وهو صاحب هذه المشكلة كلها، هو موجود في تلك الخواصة. حسنا، بما أني لعبت هذه اللعبة سوف يفتشوني، لذلك علي أن أترك أسلحتي هنا حتى لا يكشف امري. ممنوع من الدخول، هذا بالتأكيد ما كان سيقوله، لكني ادخل رغم هذا. حسنا، ماذا يوجد هنا؟ اه شيت، هير وي جو اجين. لم ارى شيئا. حسنا، ربما مقفل. إذن من هنا.
لكن متى يفعل 3 حراس بثلاث أسلحة في مكان مغلق كذلك؟ حسنا، الآن هم سيفتشوني. حسنا، لا أسلحة لدي، كل أسلحتي تركتها في الثلج وسلاح القاتل في المعتقل. هذا هو هيتمان لوجي. حسنا، هذا هو الباب. نعم، هذا هو الباب. حسنا، انظر، هيتمان لا يعرف حتى كيف يلقي تحية علي. بالتأكيد يقول له، هل تريد أن أشرب الفودكا؟ ماني أنا نفسي لا أعرف ما هذا، ولكنه مشهور في روسيا. حسنا، الآن فلنقتله. ها هو، استعد للموت. حسنا، لقد مات. يس، هيز ديد. رأيت ما حصل، مازال يريد العناق. نعم، مازال يريد العناق. حسنا، سوف أخذ مفتاح الباب والسلاح 7 رصاصات. أوه، AK-47. سوف أحمله، ولكن هل سيكشفون أمري؟ لا، ولكن هناك شيء تساءلت به. ماذا يوجد هناك؟ حسنا، سوف أسجل اللعبة لأرى ما يوجد هناك. حسنا، الآن لنذهب لنرى. Your cover has been blow up. يقولون خطائي قد انفجر. وش ما تقصدون؟ خطاء البطانية؟ ما أنا أمسح فقط. هم يقصدون خطاء الخاص، يعني كشفوا أمري. أعرف أني هيتمان. قلت لي تلك سألقي بأيكي. والآن سوف نذهب لتفشير الخواص. حسنا، انا عند الخواصة، ولكن المشكلة لا يسمحون لي بالدخول، لذلك سوف ادخل. انا اصلا لست مسلح، لذلك من المفترض الا يقوموا لي بشيء. كذلك شفاهم. حسنا، القنابل التي يجب علي ان افشر بها الخواصة موجودة في الخواصة التي اريد ان افشرها، ولكن ليست لدي قنابل، لذلك هل فهمتم؟ لمن لم يفهم اخبرني في التعليقات. إذا الكسر خاطر. You heard me retish. لا أعرف ما معناه. حسنا، قمت بتحميل القنابل. You are heard me. لا أعرف حتى ما معنى هذا. حسنا، هناك شيء هنا. حسنا، ولكن أعتقد أن هذه تدل على أن تم ينقص من عندي. لذلك ها أنا خرجت، والآن سوف أضع القنابل. Do you follow me؟ هل يتبعني لأي مكان؟ ها هني هبط للثلج، بنفلك الباخرة بلي بابلي سرقتها، وداي تقولي لي روح. بس إذا تكلمت باللغة الجزائرية الأم، ففي الأصل هي اللغة الجزائرية الأم، أنا من الجزائر. حسنا، لقد وضعت القنابل، والآن فلنشاهد عرض الألعاب النارية. بما أنه لا توجد أصوات حتى انفجار القنابل، لذلك سوف أضعها بالمؤثرات الصوتية. حسنا، والآن ما علي فعله هو العودة إلى نقطة الخروج والموجودة في الطائرة طبعا. نعم، أعتذر إذا كانت بعض من الفيديوهات مملة، ولكن الحقيقة بسبب قلة التفاعل أشعر بالحماس.
حسنا، لقد قالوا لي بسبب مهاراتك الصامتة في القتل، لقد قمت بالحصول على سلاح بونيس موجود. وو سايلنت اساسين. بتأكد إلى حد من الوقت، لقد قمت بقص الوقت بسبب لقطات التي أكون فيها أمشي كثير. وهذه بونيس من المهمة الثالثة، من المهمة الرابعة. حسنا، في النهاية هي بونيس وليست حلقة تغذية. بيتك أخبروني في التعليقات ما هي الحلقة القادمة التي أعمل عليه. في هذه المتاهة يوجد باب سري، لذلك هي في الأصل متاهة. نعم، هو طريق من هنا ثم من هنا. نسيت الطريق. أوكي. وشت الطريق. أوكي. ولد، متى يفعل تابوت في وسط الطريق؟ من سيقومون بدفنه؟ حسنا، أن الحقيقة ليست لدي عبارات لتلطيف الجو، ولكن فيه اتمنى كل ما شئت وأحمله. نعم، هذه عادة موجودة دائما في هيتمان. أوكي، حتى لا يزعجني سوف أنهي أمره. إيزي تيك تيك لوت. حسنا، من هنا، من هنا حسب ما أظن. الكليب شيء آخر، لا تنسوا اللايك والاشتراك والتفاعل، وعلى أو على الأقل نشر الفيديوهات، هذا يكفي. شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء، السلام عليكم.